فأنا مشيت 30 سنة مش 25 سنة أكتر كمان في خط الفن. وبعدين قلت بقى أدرس شخصيتي شوية وأدرس ديني شوية لأن كنت بعيدة عنه تماما. فإنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء الهداية، من يشاء الهداية. تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟ ايوه يا قبليتي. انا اخترت لنفسي طريق بعد برضو ما درسته. يعني انا كل حاجه في حياتي بدرسها، مش يعني ان انا باحثه وان انا ما اعرفش ايه ولا دكتوراه في ايه، لا ده بالفطره اللي عندي. كتير نفسي اموت على خشبة المسرح. الحمد لله الذي عافاني ما متش على خشبة المسرح.